بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في قناة بودر تك للمعلوماتية. فيديو اليوم هو تطبيقي نزولا دائما عند رغبة الإخوة فيما يخص الأسئلة. هو هذه كارت مير جيجا بايت الأشكا 81 جي الأشكا 81 أم دي أس 2. هذه كارت مير كما ترون كارت مير دي دي ار 3. هذا البروسيسور نفكركم، انتظر، هذا البروسيسور، هذه لا رام بالنسبه للمبتدئين، هذه لا ليمونطاسيون راني كالحا لي كابل دال ليمونطاسيون، عندنا على باليش هذه لا ليمونطاسيون هنايا الى اخره. بود دال ليمونطاسيون رائعه رائعه جدا. هذه لي ديسك دير، هذه مواصفات الكارت مير الخاصه بكمبيوتر بي سي نورمال ماهوش بورتابل. الان اليوم واش غادي نشوفوا الميزاجور دو بيوس، ماشي الميزاجور رينيسياليزاسيون دو بيوس، يعني نرد البيوس ازيرو. لماذا اصلا بوركون علاه نديروا الرينيسياليزاسيون دو بيوس؟ مرات الفونتيلو هنا راني قالها كما ترون، الفونتيلو هذه راني قالها لامر ما، درك نشوفوا علاه راني قالها الحقيقه. هذا راه مبلوكي، هذا الميكرو راه مبلوكي. الرينيسياليزاسيون دو بيوس عليه مرات لازم عليك ديرها، دي فوا الكمبيوتر الخاص بك يتبلوكا روحه ما يوريش افيشي. لماذا ما تعرفش؟ تكون دي فوا بدلت لارام، زدت لارام ولا يتبلوكا من لي درايفر ما يعرفوش، ولا كارت ما تعرفش لي لارام. دي فوا ديسك دير، دي فوا يتبلوكا نفسه روحه هكا يتبلوكا. دي فوا الليكتر سي دي بلوكي، مرات تجي تقلعه ما يتبلوكا. اش دير؟ لازم دير رينيسياليزاسيون دو بيوس، ماشي ميزاجور دو بيوس. اذا احتاجيتو ميزاجور دو بيوس كاين طرق عده وعديده، وبعض البيوس راهي مدفوعه خاصه في لي ميكرو بورتاب دال الاش بي مؤخرا كامله يجو مدفوعين في دكتور بيوس، نخلصوا عليهم ونديروا الميزاجور. الان اليوم غادي نتكلموا رينيسياليزاسيون دو بيوس. هذه رائعة الرينيسياليزاسيون عندما يكون عندك بلوكاج. أولا ماذا تبحث؟ أول شيء ديره تنزع الرام، عندما تريد أن تقوم برينيسياليزاسيون تنزع الرام تاعك. مثلا هذه الرام قلنا دي اش 81 يسوبورتي الرام دي دي ار 3. اسمحوا لي مانيش مليح الاش 81 و 4 جيجا ان ار بي سي 3. هاي بيست باش تفرق بين الكارت الرام دي دي ار 3 دي دي ار 2 تي بي سي 3 كما ترون بي سي 3. وتجد هنايا الاسباس هذا، استسمحكم الاسباس هذا ماهوش كيما دي دي ار 2، هنا شويه كثير وهذاك شويه. هذه الرام تنزعها تحطها على جهه هنايا، من احسن ما تحطهاش في مكان تاع فيه الاحتكاك حديد والى اخره، تضع في مثلا هنايا في طابي. عندك اول شيء انك تنزع لابيل، يعني تلعب دور كبير في رينيسياسيون دو بيوس. تنزع الرام بعد ما تنزع الكابل، عفوا بعد ما تنزع الكابل داليمونطاسيون ولا وتنزع الكورون كاملة، تنزع لابيل فوالا، تنزع لابيل لمدة 5 ثواني أو فقط. أنا مي راني ندير في الكمبيوتر، مي راني ندير عفوا في الفيديو، هي اللي راني نطول، هي تنزعها لمدة 5 ثواني أو 10 ثواني. لا تبحث الآن في كارت مير، لا أنا لا أتكلم عن اش 80، أي كارت مير تاع بي سي، تروح تحوس على حاجة يسموها سيموس كلير، يعني هي الرينيسياليزاسيون تاع لوبيوس. تحوس على حاجة يسموها سيموس كلير كما ترون هنايا، ها راهي في الاش 80 تجي حدا لا ليمونطاسيون، تجي حدا البوطون دا ليمونطاسيون لين نضعوها في هنايا. تشوفوا معايا درك نوريها لكم بالديتاي، راك تشوف كلير سيموس، هاهي كلير سيموس سي ال ار سيموس. تبحث عن هذا، تسيب جامبر او جامب جامب، ماذا تضع؟ تضع هنايا اذا كان عندك ثلاث جامبرات، هنا يوجد زوج، ماذا ندير؟ نقص الصورة، نضع جامب كلير سيموس، نضع جامب هنا، كما ترون، أو جامب، نضعه لمدة 5 ثواني إلى آخره، ثم ننزع جامب، نعيده كما كان، نعيد لابيل خاصة بنا، نركب الفونتيلو. هذا الفونتيلو انا في ليسي معليش حطوها كما هاك،
نضع الألارم تاعنا، نعاود نرد كل شيء كما راه. نضع الألارم هذه بالنسبة للجنب اللي يكون فيه زوج فقط، هكا زوج فقط. أما في بعض اللي كارت مال، أغلبهم كارت مال ليس بعض. سوف دوك نشوفوا مباشرة هنايا، هنايا مثلا هذه كارت مال أخرى، كارت مال أخرى نوريكم. تبها جي بانيل باور، ديما تبهاش ريزيت باسورد، تبها جي بانيل باور. هيا لا شو معايا هنايا، جي بانيل باور تي فيها ثلاث مسامير كما ترون. تسيبو فيها ثلاثة الجامبر هنا، كاين ثلاثة، كاين واحد وزوج، راه فيهم جامبر. ماذا تفعل؟ تقوم بنزع هذا من زوج جامبر وتجيبه للجهة هذه، يعني يبقى الفيد هذا واحد اللي راه فيد يجي من تسيبه من لمدة 5 ثواني أو 10 ثواني كما ترون. نزعو قدامكم، عفوا على الصورة لأني راني نصور على المباشر، راكم عارفين الضيق في الكمبيوتر. نزعها نجيبها بلي دو كوتي الزوجين، تعقل على لومبلاسمون مليح. فوالا دو بلاسمون، خليه 10 ثواني ولا، وتقلع الألارم، تقلع تقلع كذلك لابيل، تقلع لابيل هيا لا، تقلع الألارم وتعاود تنزع. من أحسن، من أحسن عندما تكون قلع كرة تقوم بالضغط على الباور هنا، مثل هنا شوفوا نضغطوا على الباور كيو خوو كرة باور، نضغط عليها هكا لمدة 5 ثواني إلى آخر. هذه مباشرة كما ترون على في الكمبيوتر الخاص بك. الآن ماذا تفعل؟ تقوم وضع الكابل، كابل الكابل في شاش، ما غاديش نديرو كامل، كابل في شاش. نضع لاليمونطاسيون، لاليمونطاسيون كنا قاعدينها، لاليمونطاسيون. نضع الكابل الثاني لاليمونطاسيون، الموتاسيون في الموتاسيون، ونقوم ب عفوا ماناش مركبين الكابل، عفوا سمحوا لي. نقوم بالتشغيل يدويا، يدويا كيف ذلك. سوف نشغل مباشرة هنا لأنه راني نزع كاب كما ترون، كاب تاع الباور راني نزعه. ماذا نفعل؟ نقوم بتشغيله مباشرة بلصق هذو الاثنين. لماذا؟ لأنه الباور راهي في هذه الاثنين، تضغط على اثنين فوالا. كما ترون يقوم بلف الشاش مباشرة هنا. شدي هذا كان مبلوكي ديفينيتيف، راك تشوف عينيكم مباشرة. عفوا هلا سوري، تقوم بريغلاج دو بيوس اونتر بيوس، ولا دير بوت ديفو وراح يخدم لكم الجهاز الخاص بكم كما تعلمون. جيجا بايت في ديال بوس ديال بيوس، لود اوبتمايزيشن ديفو ذان بوت، لود اوبتمايزيشن ديفو ذان روبوت، انتر بيوس، انتر بيوس ريجل الساعة تاعك ولا دات وسهل على الله. هذه هي الانستالاسيون دو بيوس، هذه هي الانستالاسيون دو بيوس. وكاين شيء اخر هو ميزاجو دو بيوس خاصة في الكمبيوتر، غادي نديرها في اللابتوب ما نقدرش نديرها في هذه. اذا اخذت انا عندي محل مانيش عارف انا اللي يجيني ميزاجو دو بيوس دو بي سي، بي سي قليل وين يكون ميزاجو، لكن ميزاجو دو بيوس فيما يخص اللابتوب كاين
عدات وعدات مدة فيديو، لكن أعد إخوتي أني أضع فيديو. قد قمت بإطفاء الكمبيوتر، هذا كل شيء بالنسبة لميزاجور دو بيوس غير سيريزون دو بروفيس. عفوا، في الأخير نطلب منكم الاشتراك والضغط على اللايك والجرس والكومنتار. أي سؤال أنا في خدمة، خاصة الهارد أو السوفت أو فيما يخص كمبيوترات أو مواصفات أي جهاز، نحن في خدمة. نرجو منكم الاشتراك فقط، هذا هو لدعمنا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.